مساء الخير. سنبس بطولة لبنان لكرة السلة عم تقترب أكثر وأكثر من نهاية الريجولر سيزون قبل ما نخوض غمار البلاي أوف يلي بيتأهل فيه 8 أندية. صراع كثير كبير امبارح بعد خسارة فريق بيروت أمام فريق الألترانيك الرياضي عم يقترب بشكل كثير كبير ليحقق لقب بطولة الريجولر سيزون ويضمن المركز الأول وياخذ هوم كورت أدفانتج على كل المراحل. الصراع بالمراكز الثاني ثالث رابع خامس شرسه جدا عم تكون بين اربع انديه، منها فريق الحكمه اللي عنده اليوم مباراه امام فريق الاس اي بغياب الجمهور، هيدا الجمهور اللي عم تشوفوه هو عمره ما دون 14 سنه مع بعض الاهالي موجودين بالملعب، بالفعل صوره حلوه كثير عم يفرجونا اليوم اياها اداره فريق الحكمه مع هيدا الجمهور المميز اللي رح يكون للمره الاولى هو عم يكون عصب جمهور فريق الحكمه بهالمباراه. ما رح اتاخر عليكم كثير، رح نروح بسرعه لزميلتي جاجا. بعتذر غياث ما كنت عم بسمعك، يعني بدي اقول انه بكل مرحله عم بيكون في مفاجاه من العيار التقيل. شفنا امبارح كيف فريق الترانيك قدر يفوز فوز غالي جدا على فريق بيروت. اليوم الحكمه ما بده يعوز او يعمل ولا اي فوبا، اما فريق انس اي عم بفتش على حيلا فوز تيساعده بالترتيب. معي رضوان. هاي رضوان. هاي جاجا، كيفك؟ هودي كادو لك من ملك الطوق، 1592 دولار. ما بدك تعدون توثق فيي؟ ولو ميرسي كثير، ميرسي رضوان. يعني شفنا بجيم وصل وجه مختلف تماما لنادي الحكمه، انتنسيف ديفنس، افيشنت باسز، كل شيء، يعني انسايد بلايز. قد ايه اليوم مهم تضلكم تلعبوا بنفس الطريقه ويصير هيدا الشيء تايب اوف بلاي لكم؟ اكيد هلا صار لنا مده الفريق عم يتطور، الكيمستري عم تتخلق اكثر بين اللعيبه، صرنا بنفهم اكثر على بعض، هذا شيء مهم كثير في الباسكت، انه ما فيك تجيب كم لاعب حتى لو يكونوا تالنتد بلاير ويكونوا عندهم كواليتي وتحطيهم مع بعض، كل مره تغير اجنبي ما بيزبط. باسكت بول سبور اوف ديتيلز، لازم تكون كيمستري، لازم نفهم على بعض بالعين، عشان هيك كل مباراه وكل تمرينه بنستفاد منها عشان تتخلق الكيمستري هذه، اند وي بيلد اور اوتوماتيزم، وان شاء الله الجيمات الجايين راح يكون الوجه احسن بكثير ويكون المستوى احسن بكثير. شكرا لك رضوان. يعني جوي هاي. هاي يا كيفك؟ لكم شهر تقريبا ما لعبتوا جيم، بس سم تايمز بريك از نيدد، خاصة بالكيس تبعكم معكم اجنبي جديد ما لعب الا تو جيمز، قد ايه هذا البريك بتعتقد ساعدكم تبنوا كيمستري افضل؟ لك صراحة اكيد ساعدنا، مثل ما انت قلتي الاجنبي كان جديد دغري اجى، انا كنت كمان موقف شهر، كثير فادنا البريك، بس المشكله بالبريك انه انصاب هشام، يعني ما عم نخلص السنه، بس يلا نحن حاطين براسنا هلا عندنا بعد فور جيمز، كل جيم بدنا نفوت بدنا نعطي احسن ما فيها، بدنا نجرب نربح ليش لا كل الجيمات، وصراحه متحمسين، صار لنا شهر موقفين عم نحضر باقي الفرق عم يلعبوا، ناطرين الجيم ناطره. شكرا لك جوي. يعني غياس رح نشوف اذا رح يسيطر الفريق الاخضر على المباراه او فريق انس اي رح يفاجئنا اليوم. هيدي جاجا رابع مباراة تجمعهم بتاريخ لقائتهم، ولا مرة أنا أسي قدر يربح على فريق الحكمة. معي المدربين جورج خوري والمدرب جاد الحاج، بداية مع المدرب الضيف كوتش، اليوم عندكم مباراة بملعب غزير، أنت قدرت تشوفهم لفريق الحكمة مؤخرا، شفتهم أمام فريق الوحدة، كيف محضر مباراتك اليوم؟ قد إيه قادر تسرق فوز بملعب غزير؟ غياس أنا بعرف إنه نادي الحكمة ما عم يلعب كثير ستيبل مؤخرا، بس بحيالة لحظة بيقدر يلاقي المومنتوم خاصة بغزير، سو نحن اللي علينا نعمله نجرب قد ما فينا ما نخلي اللين الحكمة ياخذنا على الجيم اللي هو بده اياها، إذا قدرنا نعمل هيدا الشيء ما في شيء صعب، عم تشوف أني تيم كان بيت أني تيم، نحن محضرين منا مهمة سهلة، بس رح نعمل اللي علينا. قد ايه أنتو عندكم تارجت أساسي بالتأهل للبلاي أوف وعم تتنافسوا أنتو هوبس بالمبدا على المركز الثامن؟ لا نحن بالاساس انا ساي كان بده يروح لا لا لمركز عالي بالبلاي اوف، بس الظروف تبع الالي حطتنا بما هيدا الموقع، نحن اكيد رايحين اول ذا واي بدنا نجرب نحسم المركز الثامن، وليش لا اذا فينا نطلع بعد شوي اكثر. بتمنى لك التوفيق كوتش. معي المدرب جاد الحاج، مبروك اول شيء، مبروك لكتب كتابك مع ديما، ان شاء الله يا رب موفقين كوتش. اليوم جمهور هو يعني الماتش عنده عنوان طبعا صراع المراكز، بس لما تشوف هيدا الجمهور يلي ملأ المدرجات باعمار ما دون 14 سنه،
حملوك مسؤولية على كتافك؟ كان عندنا شغلة واحدة بالبريفينج عم نقولها، ممنوع ولا واحد يفرز علينا اليوم من هيدا العالم كلياتها. بعقده اجوا فاولوا الملعب بس سكتوا، صار لهم نص ساعة واكيد ساعتين بالجيم. الجمهور قديه مبسوطين؟ هدفنا واحد يفلوا مبسوطين بالجيم. حلو، يعني هيدا شيء كثير مهم. كوتش، اليوم بعد خسارة امبارح بيروت، الرياضي صار قريب كثير يعمل لقب الريجولر سيزون وياخذ هوم كورت ادفانتج. انت اي مركز حاطط تارجت تخلص الريجولر سيزون؟ صراحة عندنا بعد اربع جيمات هدفنا نجرب نربحهم كلهم، منهم هينين كلياتهم صعبين، وخاصة في اثنين اواي جيمز. بس اليوم عندنا جيم على ارضنا بدنا نربحه، الاربع جيمز عيننا عليهم. بس وي جو ستيب باي ستيب، يو نيفر نو. امبارح بيروت خسر من الانترانيك، ما كانت متوقعة، بدنا نجرب نتفادى اي مفاجأة. بلش بدانج اليوم؟ ايه عامل بيج جيم الاربعاء خميس وعم يتمرن كثير منيح. ليتس سي. بدي اتمنى لك توفيق كوت جاد، بنروح بنشوف التشكيلات الاساسية للمدربين. إذن تشكيلة الأساسية عم نشوف بوبو، أحمد إبراهيم، دانج، كريم عز الدين، وجوناثان جيبسون. هيدي تشكيلة فريق الحكمة. من ناحية فريق NSA، نديم السعيد، جوي زلعوم، بايرون واسلي، كالفن جودفري، وديريك نيوتن. تشكيلة المدرب جورج كوري بهالمباراة. أول لقاء جمع الفريقين كان ب 27 تشرين الأول 2022. NSA ربع على فريق الحكم، ربع على NSA خارج ارضه بمجمع فؤاد شيخ 31-64 بملعب غزير. هيدا ثاني لقاء بيجمعهم بتاريخ الفريقين، الاول كان ب 13-2-2023 ربح الحكم على NSA 171، وباخر مباراه جمعتهم بهالموسم كانت ب 27-20-2-23 ربح الحكم بمجمع فؤاد شيخ بجوله بنتيجه 77-59. اليوم يعني جمهور حلو كثير عم نشوف، خاصه يعني فول هاوس باولاد ما دون 14 سنه مع اهاليهم، خاصه الامهات يلي موجودين بشكل لافت جدا. وعم نقترب من عيد الام، بنقول لهم من هلا كمان هابي ماذرز داي. اكاديميات الحكمه كمان موجوده، خاصه اكاديميه عين سعاده يلي اشتغلت كثير لحتى تكون موجوده اليوم بالمباراه. اكاديميه عين سعاده يلي اكاديميه الحكمه بعين سعاده رح تتوسع لتصير باول نيسان كمان بمجمع ميشيل المر، رح تكون في اكاديميه للحكمه قريبا، اكاديميه كبيره عندها طموحات كمان كبيره جدا. الجهاز الفني، وهون عم نشوف رئيس الاتحاد الملكي لكرة السلة استاذ اكرم الحلبي، الى جانب استاذ جهاد بكردوني الرئيس الفخري للنادي الاخضر ورئيس نادي الحكمه الماتر راغب حديد. حكام المباراة بولس أيم، زياد طنوس، وعادل كويري هن رح يقودوا إذا مباراة اليوم. النشيد الوطني اللبناني افتتاحا. النشيد الوطني اللبناني، ومن بعدها نشيد الحكمة بيروت.
جدا بالفعل لهالولاد. شكرا رئيس الاتحاد لبنان لكرة السلة، قد ايه مبسوط فرحته كبيرة بهالجمهور. أنطوان شويري خسارة كبيرة طبعا للرياضة اللبنانية، لكرة السلة اللبنانية. امبارح كان ذكرى خسارة هذا الرجل العظيم، الرجل الكبير أنطوان شويري يلي خسرناه ب 9/3/2010. امبارح كانت الذكرى، واليوم كمان عم نشوف صورة عملاقة على المدرجات ترفع صورة الراحل أنطوان شويري. حاليا رح ننطلق بالمباراة، كل شيء صار جاهز لانطلاق الجيم. دانك وكالفن جودفري، مين رح يكسب البوزيشن الاولي؟ طبيب فريق الحكمة عم يربط لاعبي فريق NSA، روح رياضية حلوة عم نشوفها بانطلاقة المباراة. نديم سعيد اليوم مبلش كأساسي، سبق ولعب مع فريق الحكمة. البوزيشن الأولى عم تكون لصالح فريق NSA مع جوي زلعوم يلي عم يبلش عليه بوبو بالديفنس. إذن البوزيشن الأولي كانت لصالح فريق NSA. رجع نشوف بالإعادة الخطأ يلي قدر ياخذه كالفن جودفري، بضيع الفري ثرو الأولي كالفن. جودفري يلي عنده برسنتج 68% بضيع الرميتين. احمد ابراهيم على ديفنسيف ريباوند. دانك عم يستلم معه كالفن جودفري بالديفنس، مان تو مان بلش المدرب جورج خوري. عز الدين بمر لبوبو، بوبو بوصل له على دانك من جديد. بوبو بعد عنده 4 ثواني، فيك بيخترق السله حلوه كثير، حلوه كثير سلة بوبو. والشغل يلي عمله دانك تحت السلة فضى طريقه للاعب مارك خويري بشكل لافت، سند اللاعب لاعب فريق NSA وفتح له الطريق بشكل كامل. بايرون بيخسر الطابة، بايرون مقطوعة من عز الدين بكبها لقدام لبوبو، بسجل بوبو نقطة الرابعة بتمريرة من كريم عز الدين ليعطي التقدم 4-0 لصالح فريق الحكمة. شوفوا الفاست بريك الممتازة كانت بين كريم وبوبو. جوي زلعوم، جوي يلعب على السلة، ريباوند تحت السلة ونقطتين بسجلهم فريق NSA. أولى نقاطه لكالفن جودفري من أوفنسيف ريباوند. جوناثان جيبسون لدانك، دانك بياخذ تسديدة ثلاثية بسجل دانك، بسجل عن الارك بنجاح اللاعب الجنوب السوداني يلي واضح جدا عم ياخذ ثقه كبيره. هيدي الثالث اتمت له ببطوله لبنان لكره السله، هيدي الثانيه الناشئه صار عنده 2-3. دانك بمحاولاته على السله بالبطوله بهالموسم. جوناثان جيبسون، جيبسون بمر لكريم عز الدين، عز الدين مش عم يطلع الطابه لبرا لاحمد ابراهيم، عم يطلب بالسكرين بعد عنده 5 ثواني. خطا هجومي من دانك، خطا هجومي من دانك. نرجع بالاعاده نشوف الخطا يلي عمله لصالح بايرون. نديم سعيد، بايرون واسلي،
بايرن يخترق بايرن واسلي الفلوتر ما بيسجلها اوفنسيف ريباوند مقطوعة كمان من احمد ابراهيم يلي بيطلع بالطابة بشكل سريع احمد ابراهيم بروح على السلة ما بيسجل احمد المحاولة والريباوند دفاعي لصالح نيوتن ديريك نيوتن بستيدي ناجحة عن الارض لديريك نيوتن بيسجل اولى نقاطه ديريك بالجيم جوناثان جيبسون كمان برد بشكل سريع جوناثان جيبسون عم بيسجل اولى نقاطه بالجيم هيدي اول تري بوينتس لجوناثان بالمباراه جوي زلعوم بيطلع طابه لبرا ديريك مدري شوت بيسجل ديريك بلش مباراته بشكل ممتاز جدا ديريك نيوتن نقطه الخامسه بسرعه رد على جوناثان جيبسون جيبسون بمر لكريم عز الدين يلي بيعملوا درايف بيوصل على السله بيسجل كريم عز الدين اولى نقاطه بالجيم تحت السله كمان صراع على الطابه البوزيشن بتروح لصالح فريق الحكمه تقدم خمسه لصالح فريق الحكمه على حساب انس اي بوبو يعطي احمد ابراهيم كمان بوبو من جديد بيستلم بوبو بعد عنده 8 ثواني بمرر لكريم عز الدين بوبو بياخذ تسديده عن الارض بيسجل بوبو نقطه السابعه بالجيم اول 3 بوست لمارك خويري بيرجع بيطلع الفارق ل 8 جوي عم يعطي نديم ديريك ديريك بيعمل درايف على السلة خطأ لصالح ديريك نيوتن عم يلعب مباراة جيدة جدا لهلا ديريك نيوتن بايرن بايرن واسلي بسجل بايرن بسجل أولى نقاطه بالجيم لبايرن أحمد إبراهيم يعطي دانك دانك بسجل بسجل نقطة الخامسة بتمريرة من أحمد إبراهيم قلت لكم هالثنائي شفناه أمام فريق الوحدة كان منسجم جدا وهون عم تشوفوا كمان مميز جدا عم يكون دانك مع أحمد كمان ديريك تحت السلة والبلوك شوت ناطره من دانك فاست بريك عز الدين بسجل محزنين بالفاست بريك فريق الحكمة نقطة الرابعة لكريم عز الدين تمريرة حاسمة لبوبو وبسرعة الفارق عم يطلع لعشر نقط عم يلعبوا بطريقة ممتازة جدا حاليا الفاست بريك لافت جدا بأداء فريق الحكمة خمس دقائق على انطلاق الجيم عم نشوف التايم اوت اللي بسرعه طلبه المدرب جورج فوري فريق بيرجعوا على ارض الملعب بايرن اليوم كمان هون عم نشوف تكنو افضل سكور بالجيم مارك خويري بوبو سبع نقاط
دانك خمسة وديريك نيوتن خامس نقط. ما معقولة هالبلوك شوت يلي عمله دانك. لا دانك صار غير محل غير ليفل دانك حاليا. هيدا مش البلوك شوت الأول يلي عم يعمله بالجيم. شوفوا بالإعادة وهون في فاول من كريم عز الدين لصالح كالفن غودفري. جوي ياخذ تسديده ثلاثيه ما بتنجح. عز الدين بلم الريباوند الدفاعي. بوبو عم يعطي كريم مدرين شوت بسجل عز الدين. ست نقط لكريم عز الدين. بدايه قويه جدا لفريق الحكمه بالجيم. كمان جوي داريك نيوتن مقطوعه. ما عم يخلي طابه تمرق دانج. ما عم بخلي طابه تمرق. عم بسكرها بشكل كامل. يعني اذا ما عمل بلوك شوت شفتوا هون كيف قدر يقطع الطابه قبل ما توصل لكالفن غودفري. شوفوا بالريبلاي كيف قدر قطع الطابه بوقت بوبو. كمان بوبو عم يحط ضغط. ممتاز انت يا بوبو ممتاز يا بوبو. معلم مستواه كثير كثير. مارك خويري شفتوا كيف حط بريشر على الطابه. ضربت بنيوتن وطلعت للاوت. تكنيكال دايركتور لفريق الحكمه جو عبد النور يلي موجود على البنش. احمد بمر لمين توصل لدانك. دانك لعز الدين. كريم عز الدين لدانك. وفي خطا لصالح اللاعب الجنوب سوداني. شوف مساعده للمدرب جاد الحج. داني عموس بالاعاده. عم نشوف الفاول واضح من كالفن غودفري. اثنين فري ثرو لدانك. %71 لدانك على الفري ثرو. بسجل المحاوله الاولى. شوفوا الاولاد قد ايه مبسوطين. ست نقط لدانك. بسجل كمان نقطه السابعه. صار افضل سكورر بالتساوي مع بوبو. كل واحد بسبع نقط. الفارق يطلع ل 14. بايرن زلعوم جوي بيقطع. جوي زلعوم بحاول يوصلها كمان بالبينت. مقطوعه من جديد من اللاعب الجنوب السوداني. كمان دانج ما عم يخلي طابه تمرق بقدمه. حط الطابه بالاوت. 14 سكند من جديد لصالح فريق ان اس اي. زون ديفنس من فريق الحكمه. داريك متري شوت ما بسجل. داريك الريباوند لكريم عز الدين. بكبها لقدام لجوناثان جيبسون. جوناثان جيبسون حلوه سلتك يا جوناثان. بسجل النقطة الخامسة. رح تشوفوا بالريبلاي بأي طريقة كان عم يسجل جوناثان جيبسون النقطة الـ25 لفريق الحكمة بأول ست دقايق و45 ثانية. جوي يبرق من مالة اليمين. كالفن غودفري لبرا عند جوي. بريشر بريشر من بوبو على جوي. جوي بيعمل الفلوتر ما بسجل. دانك بلم الريباوند. العلامة الفارقة لهلا عم يكون دانج. وكمان كاد يسجل بفينجر تيب اللاعب الجنوب السوداني. جوناثان جيبسون بيعمل ستيل. جوناثان جيبسون بمرر لمين. الطابة بتوصل للدانج اللي بيستعرض بعد ما أضاع فرصة كريم عز الدين الفرصة الاستعراضية. تسع نقط. شوفوا بالإعادة كيف كان طالع. حلو هالبلوك شوت اللي عنده كالفن غودفري. ما معقولة بلوك شوت في اليوم. بالمباراة في كثير بلوك شوت بصراحة. البلوك اللي عمله كالفن رائع جدا على كريم. دانج لما وسجل نقطة التاسعة لما بعد البلوك شوت ينعمل سلة بتروح هيك شوي قيمته للبلوك شوت. بس لا شك انه الشيء اللي عمله كالفن غودفري كان كثير مهم. بايرن يلي اخذ فاول رح يكون عنده اثنين فري ثرو. 63% نسبته على الرميات الحره باول مباراتين لعبهم بسنبس بطوله لبنان لكره السله.
بايرن بسجل الفري ثرو الاولي، نقطه الثالثه بالجيم، النقطه العاشره حاليا لفريق ان اس اي بعد 7 دقائق ونص. بسجل كمان الثاني بايرن، نقطه الرابعه بالجيم. تبديلات بصفوف فريق الحكمه، عم نشوف رضوان على ارض الملعب، السيكويك كمان على ارض الملعب، عم يلعب بالتو بيكس المدرب جاد الحاج. دايك بيعمل سليب، بيمرق بالعكس، بروح احمد على السله، خاطئ لصالح احمد ابراهيم. كثير احمد ابراهيم مركز بطريقه لعبه باختراقاته على السله، لاعب مترين وواحد سنتيمات، لما يخترق ويوصل لتحت السله بصير عنده ادفانتج كبير لحتى يسجل او ياخذ الفاول. احمد بضيع المحاوله الاولى، ٦٦٪ نسبته لاحمد على الفري ثرو بهالموسم، بضيع المحاولتين. ديريك على الديفنسيف ريباوند، كالفن جودفري للزلعوم، سيكويك هو عم يدافع عليه، فتح له ميلات الشمال، شوفوا كيف عم يعطيه الشمال. اكيد هيدا اللي بيكون تحضير بالديفنس بالبلان يلي عامله المدرب، وهون في فاول جديد لصالح بايرون ويستنج اللي عم يقدر ياخذ الاخطاء من دفاع فريق الحكمه. 2 فري ثرو كمان لبايرون. بدنا نذكر بمسابقة سنيبس لكرة السلة، بالفعل سنيبس عاملين كومبيتيشن حلوة كثير بتخص الجمهور، جايزة هي $100,000. شو هي الجايزة؟ بس تشتروا كيس شيبس في كود بقلب الكيس، هيدا الكود فيكم تعملوا كيو ار كود على الكيس من برا وتدخلوا الكود لصالح الفريق واحد من فرق العشرة ببطولة لبنان، لحتى نشوف مين بيقدر ياخذ اعلى برسنتج بين الانديه، بيتقاسموا ال $100,000 حسب البرسنتج يلي الجمهور بيعطيه ببطوله لبنان لكره السله بالتصويت. لهلا يعني مثل ما عرفت التصويت، لانه فيكم حيلا حدا في يحط الكود ويشوف التصويت، لهلا الافضليه بفارق كبير عم تكون لصالح فريق الرياضي اللي عنده تقريبا 50٪ من حصه التصويت. وهون كمان محاولة بتضيع من اللاعب بوبو، ديفنسيف ريباوند لصالح فريق ان اس اي. مايك حديد كمان صار على ارض الملعب، جورج السعيد على ارض الملعب، تمريرة عم توصل لديريك، جوي زلعوم بطلع الطابة لبرا لديريك، ديريك بيخترق بمرر مقطوعة من دفاع فريق الحكمة. عزيز عبد المسيح على ارض الملعب، وبوبو بضيع المحاوله، عزيز بلم الريباوند، تبقى لصالح فريق الحكمه. السيكويك استرجع الطابه عزيز من اوفنسيف ريباوند، عزيز يعطي بوبو اوبن شوت، ما بيسجل بوبو هالمره، الريباوند لمايك. جوي زلعوم، جورج سعيد تحت السلة، ما بيسجل جورج، دانك بلم الريباوند كمان. عزيز بعد عنده 7 ثواني بيخسر الطابة، عزيز عبد المسيح، بايرن بروح على السلة، بيسجل بايرن ويستلي نقطة الثامنة بالجيم. رضوان والكوارتر الأول عم ينتهي حاليا بتقدم فريق
مهمين جدا لكل باقي الانديه، يعني غير الانديه رح تلعب خاصه مباراه بكره هوبس وشانفيل، كثير رح تكون هيدي مهمه الجيم، صراع الشانفيل، صراع الشانفيل والحكمه وهومنتمن، ثلاثتهم عم يتنافسوا على المركز الثالث او الثاني، الحكمه لانه بيقدر كمان يخلص ثاني، كريم عز الدين بيقدروا على البيس لاين، بمر لعمر جمال الدين يلي صار على ارض الملعب، عمر بيرد له اياها لكريم عز الدين يلي بيسجل نقطه الثامنه بتمريره من عمر، الفارق عم يطلع ل 14. بايرن مدري الشوت ريبوند لرضوان، خاطئ لصالح رضوان سليمان، كل السلام لرضوان سليمان، واضح انه عم يتوجع، عم يعرج رضوان، عم يعرج، رح نرجع ما انتبهت لنشوفها شو صار بالاحتكاك، اذا التبديل عم يطلب تبديل، رضوان عم يعرج، عم يعترض، صار في بوش، رح نرجع نشوف شو صار مع رضوان، الاحتكاك صار هو بس من دون قصد، واضح جدا انه من دون قصد، عزيز بلشنا نشوف عم يضغطوا لاعبي فريق ان اس اي، عم يعلوا دفاعهم اكثر، دانك يعطي العقل، طابة بتوصل لعزيز، اوبن شوت بياخذ التسديده بيسجل عزيز عبد المسيح، بيسجل اولى نقاطه بالجيم، هو عنده الاعلى برسنتج بفريقه عن ارك الثري بوينتس، عنده حوالي 39.6%، ديريك نيوتن كمان مدرين شوت ما بيسجل، ديريك اوفنسيف ريبوند لجوي، ومحاولة جورج سعيد بلم الريبوند لكن بيتعرض للبلوك شوت رقم ثلاثة لدينك بالجيم، ثلاثة بلوك شوتس لهلا للاعب الجنوب السوداني، اوبن شوت للعائل، بيسدد رودريك عن الارك بنجاح وبيسجل أولى نقاطه بالمباراة، خامس ثري بوينتس ناجحة لصالح فريق الحكمة بهالجيم، الفارق عم يطلع ل 20 نقطة 35-15، بايرن بيخترق، وهون في تورن اوفر ووكينج على بايرن، كنا عم نحكي على الثري بوينتس، أكثر لاعب لبناني مسجل ثري بوينتس هو جاد خليل 29 ثري بوينتس، عزيز كمان هو يعد ثاني أكثر لاعب مسجل، لا عزيز أمير سعود ثاني أكثر لاعب لبناني 24، عزيز عنده واحد صار عنده 22، بس عزيز بالبرسنتج ثري بوينتس عنده 39.6%، أرتس لاعب الشانفيل 44.3 عرقجي صار بالمركز الثاني 41%، وامير سعود بالمركز الرابع 38.7%، هول البرسنتج اكيد في براج معين ليفوت اللاعب بالكومبيتيشن، مش اذا لاعب شاط تسديده وحده وحطها صار عنده 100% صار الاول، كل مره برجع بذكر بهالشيء لانه كثير بيجيني اسئله بهذا الموضوع، كريم عز الدين بيطلع الطابه لبرا، عمر جمال الدين بياخذ التسديده الثلاثيه، ريباوند لبايرون ويسلي، بايرون مع عمر جمال الدين بالديفنس، مايك حداد مدري الشوت ما بيسجل، مايك الريباوند كمان لعزيز عبد المسيح، بيطلع بالفاست بريك عزيز، لمين بده يمرر؟ بمرر لرودريك عقل، رودريك بيخترق الميدل يعطيها لكريم عز الدين، والريباوند والبوزيشن بتبقى لصالح فريق الحكمه، عم يلعب كثير منيح فريق الحكمه، صار لهم فتره ما وصلوا لهيدا الليفل بالدفاع وبالهجوم، اوت اوف باونس على العقل،
الجمهور عامل لوحة مخيفة، هيدا جمهور الأندر 14، بس ما بدنا نرجع نذكر هول الأولاد موجودين عم يشجعوا بطريقة حلوة كثير. دانك كاد يخسر الطابة بيرجع بيصلح سريعا. الطابة لمين بتوصل؟ لعز الدين، ما بيسجل كريم، الريباوند لديريك نيوتن. بايرن بمرر لنديم سعيد. كالفن جودفري بيخترق، بيخترق كالفن، الريباوند والبوزيشن. شوف الفاول على مين، رجع تشوف بالاعاده، شوفوا كالفن كيف اخترق بشكل سريع على دانج. اذا البوزيشن لصالح فريق الحكمه. عزيز عبد المسيح، طابة توصل لعزيز، بسدد عن الارك، المحاولة الثلاثية ما بتنجح، ريباوند لصالح بايرن. بايرن بمرر لنديم سعيد. كالفن جودفري يعكسها لديريك نيوتن، بياخذ تسديدة ثلاثية والريباوند لنديم سعيد، بلم الاوفنسيف ريباوند. تبقى البوزيشن لصالح فريق ان اس اي، والسعيد بيسجل أولى نقاطه بالمباراة. أول سد لفريق ان اس اي بالكوارتر الثاني، عم تكون تقريبا بعد أربع دقايق. رودريغ كمان لعز الدين، عمر جمال الدين، دانج مدري شوت، بسجل بسجل دانج 11 نقطة، أول لاعب بالمباراة عم يعمل دبل فيجرز بالنقط. بيرجع بيطلع الفرق ل 20. حكمة عنده ثلاث مباريات بين الأحد والأحد، اليوم مباراة ان اس اي، الخميس مباراة مهمة كثير أمام الوحدة، راح تكون بصالة الفيحاء بمدينة الشام. متوقع يكون في فول هاوس. حبيب جبريل مدير عام ام تي في. تسديدة بايرون ما بتنجح من بايرون واسلي، البوزيشن بتروح كمان من جديد لصالح فريق الحكمة. تايم اوت للمدرب جاد الحاج. عم يلعبوا من دون جوناثان جيبسون، وطبعا كنا شفنا رضوان سليمان تعرض لاصابه، جوناثان جيبسون عم يرجع على ارض الملعب، كان عم يلعبوا باجنبي واحد هو دانك اللي عامل مباراه كبيره جدا. دانك لهلا 11 نقطه، 5 ريباوندز و3 بلوك شوتس. جيبسون بده يرجع على ارض الملعب، يعطي العقل رودريغ، يعطي جوناثان جيبسون تسديده عن الارك، الريباوند لمين؟ دانك بيعمل اوفنسيف ريباوند وتسديده من المسافه المتوسطه ناجحه كمان لصالح فريق الحكمه. بايرن
بايرون واسلي يخترق بايرون واسلي ما بيرجع دايك بلم الريباوند فاست بريك مع عمر جمال الدين عمر بروح على السلة بس ما بيسجل عمر الريباوند وهون في اوت على داريك نيوتن يلي لقط الطابة قدمه كانت على البيس لاين جوناس جيبسون صار برصيده 7 نقاط عز الدين كريم يعطي لرودريك رودريك لكريم عز الدين بيلعب على السلة عم يلعبوا كثير منيح عم يلعبوا كثير منيح عز الدين بسجل نقطة العاشرة بتمريرة ممتازة للاعب رودريك عقل الفارق عم يطلع ل 24 نقطة 41-17 واللافت هن النقاط ال 17 يلي لهلا مسجلها فريق ان اس اي بسلة فريق الحكمة تسديدة مايك حديد ما بتنجح الريباوند لمين؟ نقطتين بسجلهم كالفن جودفري من اوفنسيف ريباوند 4 نقط لكالفن دانك يعطي عمر رودريك مدري شاط ما بيسجل عائل داريك نيوتن على ديفنسيف ريباوند بايرن بنقول له يلا نديم سعيد كمان داريك تسديده ثلاثية بسجل داريك نيوتن 8 نقط لداريك ثاني 3 بونتس له بالجيم نزلوا الفارق ل 19 نقطة جوناثان جيبسون جوناثان جيبسون مع الباك بورد ريباوند كمان لصالح داريك نيوتن بدأوا يتحركوا ان اس اي بشكل افضل وفي خطأ لصالح بايرون خطأ من اذا ماني غلطان عمر جمال الدين يلي عمل الفاول رضوان عم يرجع على ارض الملعب دانج عم يرتاح حاليا هو وعمر جمال الدين بوبو كمان على ارض الملعب مباراة لهلا دانج يعني يمكن اول مره عم يريحوا المدرب جاد الحاج يريحوا قبل وقت قليل كمان بايرون بسجل الرميتين 10 نقط لبايرون واسلي جوناثان جيبسون بوبو رضوان بيعملوا السكرين كمان رضوان سليمان لرودريك رودريك بفضي لرضوان سليمان بيعمل فيك بيخترق على السله رضوان بيعطيها لكريم عز الدين وعز الدين عم يخسر الطابه كلوك فايوليشن على كل الاحوال كريم عم يستفسر عم يقول له الحكم ضربت بقدمك بايرون واسلي دقيقتين ونص بيبقى لنهاية الكوارتر الثاني كالفن جودفري كمان عم يخترق السلة وترن اوفر على فريق ان اس اي بدي اذكر انه اليوم جمهور الحكمه موقوف الاتحاد لما عم يوقف جمهور عم يسمح للمدون 14 سنه كثير عالم عم يسالوا انه وين الالتراز وليه جمهور الحكمه مش موجود لانه جمهور الحكمه موقوف بعد الاشكال يلي صار بمباراه بيروت والحكمه دبل تيم انعمل على كريم عز الدين بطلع الطابه لبرا جوناثان جيبسون سجل على القادر جوناثان جيبسون نقطه العاشره ثاني 3 بوينتس لإله بالجيم هيدي ال 3 بوينتس رقم 19 لإله بسنبس بطولة لبنان تحت السلة برد سريع عن كالفن جودفري 6 نقط لكالفن جودفري جوناثان جيبسون جوناثان اخترق وصل على السلة بضيع المحاولة جوناثان جيبسون وداريك نيوتن على ديفنسيف ريباوند داريك
عم يطلعوا بالطابق، خطأ لصالح داريك نيوتن من بوبو. صار عامل 7 ريباوند داريك نيوتن مثله مثل دانك. نديم كمان لبايرن، جودفري كمان لنديم السعيد، نديم بيخترق بيطلع على السلة، بضيع المحاولة نديم، الريباوند رضوان قدر وصلها لأحمد إبراهيم داخل الملعب. وقت كريم عز الدين عم يعمل موف بمر لجوناثان جيبسون، رضوان لأحمد إبراهيم، الطابة عم تبرم، بوبو بيخترق الميدل، بيعطي عز الدين، وفي خطأ لصالح كريم عز الدين، طابة الحكمة عم تبرم. أقل من دقيقة لنهاية الكوارتر الثاني. ياس السبعة على أرض الملعب. بسجل فري ثرو الأولي. كريم عز الدين عم يسجل حاليا نقطة ال 11. كمان بسجل عز الدين 12 نقطة لكريم حاليا، هو أفضل سكورر بالمباراة. بايرن وسلي بمواجهة دفاع المنطقة 2-3 عم يلعب المدرب جاد الحاج. مايك نديم يعطي مايك بمرر كالفن جودفري تحت السلة، وفي خطأ لصالح كالفن جودفري. شوفوا بالإعادة كيف ضبوا عليه رضوان والسبعة اللي مع بعض. كالفن جودفري 16 لأله بالجيم. بسجل الأولي نقطة السابعة. بسجل كمان كالفن جودفري نقطة الثامنة بالمباراة. نزل الفارق ل 18. تايم اوت. شورت بليز، ما تخيبوا له اماله يا شباب. بلا عبد الله بريدكشنز بالمباراه السابقه بين هومتن والرياضي، الفائز هو ريمان الهاني، اذا بالعبد الله بريدكشنز، بينما بتوترز بطل السله الفائز الفائزه روان جرادي كمان بمباراه هومتن والرياضي. طبعا توترز بطل السله، بعد شوي بدها تصويت. لهلا بمسابقه انت الملك بعاد بعضهم الشباب، يعني داريك نيوتن، داريك نيوتن 2 3 بوينتس لجوناثان جيبسون، جوناثان جيبسون يلي سبق وربحها لمسابقه انت الملك. كنت عم بحكي على ال 3 بوينتس لانه عم بنسال انه ارجع اعطي برسنتج مين افضل لاعبين بال 3 بوينتس بالبطوله. جيمل ارتس لاعب فريق الماريست 44.3%، وائل عرقجي بالمركز الثاني 41%، الثالث عزيز عبد المسيح 39.6%، وامير السعود 38.7%. هلا عزيز اخذ تسديده عليت، يعني ممكن يتغير البرسنتج بعد مع نهايه المباراه عند عزيز.
هون عم يكون في اعتراض كيف عطيت طابة. الحكم بولس قيم عم يعترف من المدرب يلي عم يعترض حسب التورن اوفر. عطى الباس من الاوت للاوت جوناثان لبوبو. عم نشوف المدرب زياد الحاج ومساعديه فيكتور يانكتش وداني عموس عم يعترضوا. غريب الحركة اللي صارت بصراحة. طابة بترجع بتروح لصالح فريق أناسي مع بايرون واسلي للزلعوم. جوي جوي يخترق وفي خطأ لصالح جوي زلعوم. عنده الثاني فري ثرو. ٦٦٪ مسجل 16 رمية حرة من 21 محاولة. الأولى بسجلها زلعوم. أولى نقاطه بالجيم. الثاني ما بينجح فيها. البوزيشن بتروح لصالح فريق الحكمة. ما بحق له بتصور جوناثان جيبسون يعطي الطابة من برا لبرا. جوناثان جيبسون معه جوي بالديفنس. كمان جوناثان بسدد جيبسون من محل بعيد. الريباوند بوبو بمررها لاحمد ابراهيم يلي بسجل. بسجل احمد ابراهيم اولى نقاطه بالجيم. احمد ابراهيم يلي عنده بتاريخه ببطوله لبنان لكره السله 2632 نقطه صاروا حاليا 2634 نقطة. هذيك المرة ركزنا على جيرار حديديا. برجع بقول يعني لبنان ستات بيج عم تعمل شغل جبار بشكل كثير كبير. ركزنا هيك مرة على جيرار حديديا لأنه كان شيء في الرول. اليوم صعب كثير حدا يكون في شيء في الرول. بس ارجع رح اعطيكم بعض الأرقام لبعض اللاعبين رح تحبون كثير. بريك لعشر دقائق وبنرجع بنتابع.
من جديد بنرجع نحن وياكم مشاهدينا لملعب غزير، لقاء الحكمه وفريق ان اس اي يلي عم يقدر فيه فريق الحكمه يتقدم بفارق 19 نقطه 48 29. برجع بذكر بقصه الجمهور اليوم، جمهور الحكمه موقوف، مشان هيك الاتحاد اللبناني مثل ما صار مع حمدل اذا بتذكروا من اسابيع قليله، الجمهور يلي بيقدر يفوت لما يكون جمهور موقوف هو مدون 14 سنه مع بعض الاهالي، لانه بتعرفوا الاولاد بس يكونوا صغار مجبورين يكون معهم حدا بالملعب. شو رايكم نشوف حاليا المقارنه الاحصائيه بين الفريقين قبل ما نروح للحلبه هاف كورت شوت؟ اذا نسبه التسجيل من كل مسافات 53% للحكمه، 32% لان اس اي قدر دفاع الحكمه ينزلهم منيح بالبرسنتج، 3.6 من 12 للحكمه برسنتج جيد جدا 50% مقابل 29% لفريق ان اس اي. الريباوندز التقدم عم يكون لصالح فريق الحكمه، 16 اسيست رقم كبير جدا بالاسيست مقارنه بفريق ان اس اي اكتفى بس باربع تمريرات حاسمه لهلا بالجيم، اربع تورن اوفرز كمان رقم جيد كثير لفريق الحكمه، لعبت تو كوارترز باربع تورن اوفرز. ان اس اي 9 الستيلز عم يكونوا افضل لفريق الحكمه، والبلوك شوتس طبعا عبر اللاعب دانج اللي قدر يعمل ثلاثة بلوك شوت من اصل اربعة لانه بوبو عمل البلوك الرابع. الحلبة هاف كورت شوت، بنروح لنص الملعب لنشوف اللاعبين يلي رح يسددوا. نشوف اللاعب الاول هون من الجماهير طبعا، يعني وصولي في منهم من اكاديمية فريق الحكمة. شو جاجا بتعرفي مين الصبي هون اللي بده يسدد؟ ابنه لإيلي مشنتك ايلاي. اوه سجل إله، لكن برا بتطلع كانه بيو النظره مهضوم كثير إلهي. اذا إلهي هلا مخرج فرجينا اياها، رجع شوفوا شو عامل إلهي، شو مهضوم، شوفوا رده فعله. لا لا مش معقول بيضحك. لكن ايدي قد ايه مبسوط فيه كمان لابنه، كمان محاوله ما راح تنجح هون. هلا في مفاجأة انه باسل حرفوش اللي راح يشوت اليوم. كمان محاولة ما بتنجح. الو الو كمان محاولة بنوت. شو عارفه شو بدك بهالشغله يا باسل؟ باسل اللي تعرض لاصابه ما عم يقدر يشارك. باسل إلهي طلع احسن منك يا باسل. باسل اليوم ايه اكيد. كمان اجواء بالفعل حلوه كثير بالملعب. حاليا رح نروح لانطلاقه، كنت وعدتكم ببعض الارقام يلي بدي اعطيكم اياها. عم نشوف هون إلهي عم يستلم جائزه ال $200 من الحلبه، مبروك اذا لإلهي مشنتف. بدي اعطيكم بعض الارقام اللاعبين الاكتف، يعني اكيد في كثير ارقام حلوه كثير بس بعدها عم تتجمع كلها. اللاعبين الاكتف ويلي لعبوا من بعد ال 2010 مثلا، علي حيدر عنده صار 3121 نقطة، دوين جاكسون هو الأجنبي الوحيد يلي عامل أرقام فوق 3000 نقطة وبعده أكتف، يعني 3060 نقطة لدوين جاكسون. أحمد إبراهيم 2634 صاروا لهلا. هايكي جوكشون كان بده نقطة ليعمل 2600، يعني بكره بأول مباراة له أول نقطة بصير عنده 2600 نقطة هايكي جوكشون. وائل عرقجي 2268 نقطة لوائل عرقجي، اليوم رح اكتفي بهالقد. أحمد إبراهيم بيخترق، أحمد بروح على السلة بسجل، أحمد نقطة الرابعة بالجيم. ها
التقدم بيرجع بزيد ل 21 نقطة. طابي مقطوعة كمان من دفاع فريق الحكمة. بوبو بعد شوي رح نشوف توترز بطل السلة اللاعبين المرشحين يلي بيقدروا يفوزوا بهيدا بهيدي المسابقة. شو حلو هالموف، شو حلو هالموف يا أحمد. ست نقط لأحمد إبراهيم، بطلع الفارق من جديد ل 23 نقطة. بايرن، بايرن وستي لكالفن جودفري. كالفن بيعمل موف على دانك، بيلعب على السلة ما بيسجل. كالفن جودفري دانك مسكرة، سكرها بشكل كامل دانك. جوناثان جيبسون يعطي بوبو. جوناثان ياخذ تسديد صعبة بسجل. 13 نقطة لجوناثان جيبسون، ثاني تري بوينتس له بالجيم. بلش يقرب على مسابقة أنت الملك، ممكن اليوم يربح كل شيء بهيدي المباراة. يعني يكون في عنا فائز بالحلبة وفائز بمسابقة أنت الملك. بده 7 تري بوينتس، بعد بده 4. جوناثان جيبسون سريع بالتسديد، يعني بيقدر بسرعة يعملون. فريق الحكمة عم يلعب زون ديفانس. بايرن تسديدة جوي زلعوم الثلاثية، ريباوند لكريم عز الدين، بكبها لقدام لأحمد إبراهيم بالفاست بريك. أحمد بروح على السلة، خطأ لصالح أحمد. بالإعادة عم نشوف الفاول اللي قدر ياخذه أحمد إبراهيم. جيبسون صار معه 20 تري بوينتس ببطولة لبنان بخامس مباراة بالليج، يعني لهلا عنده 4 تري بوينتس بالمباراة الوحدة. بسجل أحمد الرميتين، 8 نقط لأحمد إبراهيم. بطلع الفارق. تايم أوت. ناين زيرو رن بدقيقتين و14 ثانية. بطل السلة كريم عز الدين لهلا اخذ حصة كبيرة، 41%، أقرب واحد لإله دانك حوالي ال 24%، بينما بايرن وسلي 18%. بطأ التصويت مشاهدينا، سكان تو فوت على شمال الشاشة بقصة الإنباوند يلي عملت ضجة. شوفوا هيدا الولد يلي عم يدق على الطبل قد إيه مهضوم، بقصة الإنباوند باس يلي صار بين جوناثان جيبسون و اللاعب بوبو. هي ليجل اذا ما كانت بعد تايم اوت، اذا كانت بعد تايم اوت بتصير الليجل، يعني ما بدها تكون، ما فيها تكون بداد بول سيتويشن. كمان مقطوعه وهون جوناثان جيبسون وفي خطا. بلوك شوت جديد للاعب الجنوب سوداني دانك. شوفوا بالريبلاي، اوه لزقها على البورد، ومن بعدها في تورن اوفر على فريق الحكمه بووكينج. بايرن كمان هون دفاع دانك مخيف. دانك اليوم افضل سكورر بتكنو، الافضل تسجيلا جوناثان جيبسون. اي لاف ذيس جيم، عم يتعاملها اللاعب دانك.
عم يسجل حاليا نقطه ل 13 بالجيم، بيطلع الفارق ل 30 نقطه 59 29. جوي زلعوم بمرر لبايرون، بايرون واسلي يخترق، وهون البوزيشن بتروح لمين؟ كل السلامة لكالفن جودفري، ضربوا ببعض، لازم نرجع نشوف شو صار بالإعادة، في احتكاك صار تحت السلة، عم شوف بايرون وكالفن جودفري عم يتوجعوا من مدارهم السلامة. شوفوا بالإعادة كيف اخترق بايرون، طلع عليه دانج، احتكاك صار بين دانج وبايرون. كل السلامة لبايرون واسلي، اوت اوف باونس مع نديم سعيد. داريك يعطي كالفن جودفري، خاطئ لصالح كالفن. ست بلوك شوتس لدانك، كسر الرقم القياسي بستبس بطولة لبنان بهالموسم، كان خمس بلوك شوت الرقم الأعلى بالبلوكس، كسره حاليا دانك، ومنه بعيد ليروح يعمل تريبل دبل نادرة، مش بس بملاعبنا ببطولة لبنان، بكل الملاعب بكل البطولات يكون في تريبل دبل بالنقط بالريباوند وبالبلوك شوتس. بسجل كالفن جودفري نقطة التاسعة، سيكويك على أرض الملعب، دايك بمرر لجوناثان جيبسون، حلوة كتير هون الدراج اللي بيعملها على السلة بوبو لكن ما بيسجل. فاست بريك ديريك نيوتن، مايك حديد كمان عم يخترق، كالفن جودفري بسدد عن الارك، الريبون كمان لديريك، اوفنسيف ريبون لديريك نيوتن، محاولة ثلاثية وكمان صراع بين كالفن جودفري، بيتعرض للبلوكشوت السابع، عم يعملوا دانج وبسجل من بعد جودفري نقطه ال 11، سبعة بلوك شوتس عم يعمل اللاعب دانج. الكارير بس لإله بعد بعيد بصراحة، 11 بلوك شوتس عمل بأربع أيار 2019. ريباوند أحمد إبراهيم عم يلم الديفنسيف ريباوند. احمد يعطي جوناثان جيبسون، احمد ابراهيم يخترق، احمد يوصل على السله بسجل، احمد بسجل نقطه العاشره لاحمد ابراهيم بالجيم. براشر بين بوبو وجوناثان جيبسون، كالفن جودفري بمرر لمايك، تسديدة مايك الثلاثية، الريباوند كمان لأحمد. سيكويك تسديدة عن الارك، ما بيسجل رودي الحاج موسى، ديفنسيف ريباوند لكالفن جودفري. جوي زلعوم يعطي التمريرة لنديم سعيد، جوي لكالفن تحت السلة، عم يلعب على دانك ما بينجح، وتب من اللاعب نديم سعيد بسجل نقطة الرابعة لسعيد. ما أنا معصبة، بوبو بيخترق، بوبو بروح على السلة، حلوة كثير صلتك يا بوبو، تسع نقط لبوبو، أقل من خمس دقايق لنهاية الكوارتر الثالث. كالفن جودفري عم بينجح، الريباوند بوبو بوصلها لمين؟ لدانك جوناثان جيبسون، عم يستقتل بوبو بصراحه،
فاصة بريك جديدة، أحمد إبراهيم ما بينجح، دانك بلم الأوفنسيف ريباوند وبتبقى البوزيشن لصالح فريق الحكمة. دانك رح يسدد، بسدد عن الأرض دانك. كيف بعد هيدي لو سجلتك تقصها اليوم يا دانك. فاصة بريك وتورن أوفر جديد، تورن أوفر جديد على فريق ان اس اي يلي صاروا اوت اوف سيستم بشكل واضح. اربع دقائق لنهايه الكوارتر الثالث. زون ديفانس من فريق ان اس اي. عمر جمال الدين، عمر يعطي جوناثان جيبسون، جيبسون سرق الميدل، جيبسون ما بيسجل، ديفنسيف ريبوند لصالح ديريك نيوتن. تسعة ريبوند لديريك وفي فاول لصالح ماي. عم نشوف رئيس نادي ان اس اي مديع سعيد. دانك عم يرتاح حاليا بدلا منه رضوان سليمان على ارض الملعب. جوناثان جيبسون بيعطي عمر، رضوان بياخذ تسديده ثلاثيه ما بيسجل رضوان سليمان. فريق الحكمة هي التمريرات الحاسمة، كانوا عاملين 17 اسيست، معدلهم عادة بالبطولة 16.6، لهلا عم يعملوا أكثر من معدلهم، طبعا تقريبا معدلهم بس بعد في كوارتر وثلاث دقايق. بالاسيست الفريق الأفضل بالتمرير هو فريق بيروت 22.8 اسيست، بينما الرياضي بالمركز الثاني 22.7. جوناثان جيبسون بمر لعمر جمال الدين، عمر بيخسر الطابه، في خطا بيقول الحكم، خطا لصالح عمر من بايرن. سبعلي على ارض الملعب بدلا من احمد ابراهيم. خمس نقط لهلا مسجلين ان اس اي بهالكوارتر. رئيس الاتحاد، رئيس نادي الحكمه والرئيس الفخري لنادي الحكمه. جيبسون تسديده عن الارض، بسجل الرابع جوناثان جيبسون نقطه 16، بعد بده ثلاثه لا يكون الملك، منه بعيد، انت الملك. متابعه ملك الطابوق، اربع ثري بوينت صار عامل جوناثان جيبسون. بدي سكر انه في شيء كثير اساسي بهيدي المسابقه، هي مسابقه ال 10,000 دولار، 10 تري بوينت اذا بسجل لاعب بيربح 10,000 دولار بس بيتقسمها مع ان جي او بيختارها هو، يعني هو بياخذ 5,000 والان جي او يلي بيختارها كمان بتاخذ 5,000. رضوان بسدد، بسجل رضوان، بسجل عن الارض بنجاح، 9 تري بوينت لصالح فريق الحكمه بالجيم. ديريك نيوتن لنادين، اوبن شوت بسجل لسعيد، نقطه السابعه بالجيم. وكمان تسديده ثلاثيه هالمره من عمر جمال الدين، اولى نقاط لعمر بالجيم. كمان كالفن جودفري لديريك نيوتن، ديريك بسجل ديريك نيوتن نقطه العاشرة بالجيم.
رضوان سليمان لسيكويك، جوناثان جيبسون هالمره ما بينجح، صراع تحت السله على الريباوند، بيحسمه كالفن جودفري اللي بياخذ من بعدها فاول. جوناثان جيبسون عم يريحه حاليا المدرب جاد الحاج. بايرن واسلي تسديده ثلاثيه بسجل بايرن، 13 نقطة لبايرن، أول 3 بوينتس له بالجيم، الرابعة لفريق الأس إي. كمان هون في تورن أوفر من فريق الحكمة، عم يلعب بالتشكيلة اللبنانية عفوا مع رضوان سليمان، أجنبي وحيد، سيكويك بيعمل الديفنسيف ريباوند، رودي عزيز، خطأ لصالح الياس السبعلي، آخر 15 ثانية من الربع الثالث. اوت اوف باونس مع رضوان، جورج السعيد عم يرجع على ارض الملعب، عزيز كمان، عزيز بعد عنده 3 ثواني بمرر للسبعه اللي تحت السله، والكوارتر الثالث عم ينتهي بتقدم فريق الحكمه بنتيجة 72-44، وورتر وحيد بيبقى لنهاية المباراة. توترز بطل السلة 47% للاعب كريم عز الدين دانك، 32% تقريبا تنافس بين لاعبي الفريق الواحد، اذا دانج وكريم عز الدين عم يتنافسوا على توترز بطل السله، لنشوف مين رح يخلص باعلى برسنتج، ويلي صوت صح رح يكون عنده فرصه يربح جائزة اللي بتقدمها توترز. أربعة من ستة لجوناثان جيبسون بتسديداته عن الارك اليوم، نسبة ممتازة هلا لجوناثان جيبسون حوالي 67%، بينما فريق الحكمة عن ارك لثري بوينتس عنده 10 من 20 بنسبة 50%، نسبة ممتازة. أبو جو جوناثان جيبسون واحمد ابراهيم عم يتحدثوا، عمر جمال الدين اوبن شوت بسجل عمر الثاني له بالجيم، صاروا 11 من 21، تكنو اوف ذا ريباوندر دانج 9 ريباوندز، كالفن جودفري 9 ريباوندز، عفوا ديريك نيوتن 9 ريباوندز، كالفن جودفري 9، دانج 8 ريباوندز، ديريك خطأ لصالح فريق ان اس اي.
اثنين فري ثرو اذا لديريك نيوتن بسجل المحاوله الاولى. ديريك نيوتن يعد ثاني اكثر لاعب بيلعب على ارض الملعب 38 دقيقه فاصل 8 بينما اكثر لاعب يلعب على ارض الملعب هو هداف الدوري جافيان بليك 39.6 ثالث اكثر لاعب كريستيان هارفي لاعب فريق انترانيك 37.8 جوي زلعوم اكثر لاعب لبناني بيشارك على ارض الملعب 36 دقيقه فاصل 1 كريستوف خليل بالمركز الثاني 34.3 سيرجيو 32 دقيقه ورابع اكثر لاعب لبناني بيشارك على ارض الملعب بجيم هو لاعب بيروت علي مزهر 31.6 عز الدين بسجل فري ثرو الاولى ونقطه ل 13 ما بيرجع بالمحاوله الثانيه واحده من اثنين لكريم الريباوند كان لنيوتن يلي صار عامل دبل دبل نديم سعيد مايك حداد رشر على نديم يخترق ما بيسجل نديم الريباوند لمين دفاع لصالح رضوان سليمان بكبها لقدام لكريم عز الدين كريم عز الدين برد له اياها لبرا للسيكويك على اللو بوست كريم لرضوان فيك بيخترق رضوان وبيتعرض للبلوك شوت من فريق الاسيد نديم السعيد عم يطلع هو بالطابه بمر لبايرون واسلي تمريره بتوصل لنديم بضيع المحاوله وعز الدين على الديفنسيف ريباوند عمر جمال الدين كمان عم يخترق خاطئ لصالح عمر الأولى بضيع عمر المدرب جاد الحاج عم يعطي تعليماته للاعبين الاربعه غير عمر تركوا لحاله تحت لعمر بسجل الثاني سبع نقط لعمر الفارق بيرجع بيطلع ل 31 بايرن براشر من عمر على بايرن واسلي بعد عنده ست ثواني بايرن يختار بيتعرض للبلوك شوت ما معقول البلوك اللي عمله عمر كمان بلوك شوت جديد لفريق الحكمه طابة مقطوعه تبقى لصالح فريق الحكمه معدلهم بالمباراه 2.9 بلوك شوتس يعني خلينا نقول 3 بلوك شوتس بالجيم لهلا عاملين 9 اليوم بالمباراه عزيز بسجل عزيز نقطه الخامسه مدري شوت نديم سعيد كمان عم يخترق خطا لصالح نديم دانك عم يرجع على ارض الملعب لسعيد بسجل الفري ثرو الاولى 8 نقط لنديم بسجل كمان نقطه التاسعه لهلا يعني اربع لاعبين مسجلين نقاط فريق ان اس اي 9 لنديم 13 لبايرون واسلي 11 لكالفن جودفري عم نشوف رضوان بطلع له اياها لعزيز لبرا عزيز كمان لرضوان سليمان بياخذ تسديده عن الارض بسجل رضوان ثاني 3 بوينتس لاله بتمريره من عزيز وكنت عم اقول كمان ديريك نيوتن عنده 12 نقطه جوي عنده نقطه واحده Thank you.
بايرون بيسدد عن الارك، ما بيسجل بايرون، دانك بلم الريباوند. كمان رضوان تسديد عن الارك، هالمرة ما بيسجل، عمر يعمل اوفنسيف ريباوند، بخلي البوزيشن لصالح فريق الحكمة. سيكويك بيسجل، بيسجل السيكويك، أول سلة للسيكويك بالجيم. لهلا 10 لاعبين بفريق الحكمة سجلوا نقاط. تمريرة بتوصلها لسعيد، كمان ريباوند لصالح دانج وفي خطأ. عمل الدبل دبل 13 نقطة، 10 ريباوند، 7 بلوك شوتس. اخر مره حدا عمل 10 بلوك شوت بجيم بالليغ اللبناني كان ابشا، عمل 10. طابة بتوصل لعزيز، بيخترع عزيز، بفضي لرضوان سليمان، تسديده رضوان عن الارك ما بتنجح، بايرن على الديفنسيف ريباوند. ديريك بروح على السله، خطا لصالح ديريك نيوتن، رح يكون عنده 2 فري ثرو. لاولي بسجلها ديريك. كمان بسجل الثاني ديريك نيوتن. يعطي السيكويك من جديد عزيز، 14 نقطة صار برصيده للاعب ديريك نيوتن، بعده الأفضل تشيل لجوناثان جيبسون ب 16 نقطة. جوي زلعوم عم يمرر تحت السلة، نقطتين من جد لكالفن جودفري، 13 نقطة لكالفن. سيكويك رودي لعزيز عبد المسيح، بعد عنده 5 ثواني، عزيز 3 ثواني، رودي محاولة على السلة ما بتنجح، دانك بلم الريباوند، دانك تحت السلة، في ووكينج على دانك. بال 2018 اوستن لاعب فريق الشانفيل عمل 9 بلوك شوتس ب 28/1/2018 امام فريق هومنتمن. ونقطتين جات كمان لكالفن جودفري، 15 نقطة لكالفن. ريباوند دفاعي لصالح فريق الحكمة. بال 2019 فيليب فرانكن عمل 7 بلوك شوت. كمان عتير ماجوك من موسمين عمل 7 بلوك شوت. اخر 4 دقائق بالمباراه،
ديريك. تسديده ثلاثيه لديريك نيوتن، ديفنسيف ريباوند جديد لصالح اللاعب الجنوب السوداني. جوناثان جيبسون. اقل من اربع دقائق، جيبسون ما بينجح بالتسجيل. وهون البوزيشن بتروح لصالح فريق ان اس اي. اكيد لامين دياوارا، اسان نداي، كثير لاعبين عملوا 10 بلوكس، انا عم بحكي عن اخر مره وصلوا للعشره. هو روبرت ابشا بلوك شوت جديد من دانك. بعدنا عم نحكي على البلوك، عمل وحده تمريره بتوصل لدانك. اي لاف ذيس جيم، فوق العادي اليوم دانك عم يسجل نقطه ال 15 بالمباراه. مخيف اليوم دانك، اخذ الساقه كلها وبلش ينسجم مع فريقه لاقصى الحدود. ريباوند لعمر جمال الدين. عمر عم يعطي دانك مع الباك بورد، بسجل كمان 17 نقطة لدانك. جوي لبرا عند بايرن، تسديدة بايرن الثلاثية، ديفنسيف ريباوند هالمرة لجوناثان جيبسون. نقطة 13 ريباوند، 8 بلوك شوتس. تسديدة الزلعوم عن الارك، ديفنسيف ريباوند جديد لدانك. جوناثان جيبسون قطع على البيس لاين. جوناثان جيبسون، حلوة هيدي السلة، هيدي شو يا جوناثان، كيف قطع عن البيس لاين وسجل نقطه ال 18. عم نشوف قد ايه هون اليم شنطف مبسوط بادائه وبسلته الاخيره لجوناثان جيبسون. بايرون واسلي بسجل نقطه ال 15. 90-56، شوفوا بالإعادة، شوفوا سلته قد ايه كانت حلوة وصعبة، شوفوا كيف قطع، مش معقول، شو حلوة سلته لجوناثان جيبسون. عم يرتاح حاليا دانك، نجم المباراة، هو نجم المباراة، عمل كل شيء، آخر شيء هو بتصور رح يطفي الأضوية ويسكر البواب. جيبسون عم يسجل الخامسة له بالجيم. 21 نقطة لجوناثان جيبسون، صاروا خمسة بدك اثنين بعد يا جوناثان. عنده دقيقة و15 ثانية. كالفن جودفري بياخذ تسديدة ثلاثية ما بتنجح. اوفنسيف ريباوند لبايرون واسلي، بسجل بايرون 17 نقطة لبايرون واسلي. ونقطتين كمان جديد. بالعادة عم نشوف سلة جيبسون ونقطه ال 23 بالجيم. أقل من دقيقة لنهاية المباراة. جوي زلعوم، جوي بمرر تحت السلة والبلوك شوت هالمرة من السبعة لي. كم بلوك شوت صار اليوم لفريق الحكمة. جوناثان جيبسون بيعمل ستيب ووصلها لعمر. آي لاف ذيس جيم، ما معقول يبلى السلة، سجلها جمال الدين. استعراض ما عم يوقف بملعب غزير، الكل مبسوط. وهون عم تشوفوا جمهور فريق الحكمه قد ايه عم يتفاعل مع كل سله استعراضيه. تمريره حلوه كثير من جوناثان، كمان مقطوعه من الجيد. عمر عم يطلع بالطابق، عمر جمال الدين بمر لجيبسون، النقطه المية لا ما راح يسجل. اوفنسيف ريباوند لعمر جمال الدين. عزيز هو اللي بياخذ التسديده عن الارض، هيدي النقطة المية لفريق الحكمة. تاني 3 بوينتس ناجحة لصالح عزيز عبد المسيح بالجيم،
الثواني الاخيره من المباراه 158 ريباوند لعمر. واو فير بلاي بالثواني الاخيره 158. المدربين بقربوا بيسلموا على بعض. نتيجه كبيره لفريق الحكمه على حساب ان اس اي. المره الثانيه بملعب غزير بيلعبوا حكمه وفريق ان اس اي، وللمره الثانيه الحكمه بسجل هجوما 100 نقطه 171 ب 13/2/2023. اليوم ب 10/3/2024 النتيجه عم تكون 158. فوز جديد اذا لفريق الحكمه بسنبس بطوله لبنان لكره السله رقم 11 مقابل 4 خسارات. فريق الاس اي عم يتعرض لخسارته ال 11 مقابل 4 خسارات. اذا رح نجرب يكون بمقابلات سريعه انا وزميلتي غاغا. It's very important, you know, you gotta come out and step on their throat, and you know they're gonna give up. Thank you so much, and congrats again. يعني غياس الجو كتير حلو بالملعب. مبروك مرة جديدة لفريق الحكمة وهارد لوك لفريق NSA. رح نجرب نكون بمقابلات المدرب جاد الحاج اللي عم يقترب لناخذ رأيه بهيدي المباراة. كوتش وين كان؟ ايه؟ جيم مثالي بكل شيء، يعني سيطرته دفاعا هجوما. هول الجمهور واو. ايه؟ واو واو يعني ما دون 14 سنة اجوا يشجعوكم او عطوا بالفعل زخم كثير كبير. قلت لك بالاول رح يحملوك حمل، قلت لي ما رح تخليهم يفلوا مبسوطين، بس راحوا سوبر مبسوطين. الحمد لله هيدا أهم شيء. يعطينا العافية الشباب. ماتش ابتداء من ماتش الوحدة السوري كنا منيح، تمرنا منيح، ضلينا جديد، ضلينا مركزين وعملنا بيرفورمنس اليوم ما قشطنا. بتصور ما خسرنا ولا كورتر. هيدا اكيد سيطرتوا على كل شيء. بانك بيج جيم، جيبسون بيج جيم، احمد، بوبو، عمر، عزيز، مسيكو بدون استثناء، عز الدين، رجعت عز الدين اعطتنا بالانس من اول وجديد، ما بقى حدا عم يلعب اوت اوف بوزيشن. علينا ما نسكر، هدول تو جيمز كانوا حلوين، لازم نروح هلا على سوريا نعمل بيج جيم ونخلص السيري. اليوم دانج لحاله عمل 8 بلوك شوتس. هيدا الرقم صار لنا فترة ما شفناه بالليغ اللبناني. لاعب سكره وما بدنا ننسى انه ما لعب 40 دقيقة، يعني انت عملت روتيشن كثير فيه. يعني لو تركته كان بيقدر يعمل 10 برياحة 10 بلوك شوت، كان عمل تريبل دبل نادر. هلا قالوا لي اخر شيء بس خلص كنت شلته. ما بس قديه وجود دانج الرول يلي لعبه يلي بلش ياخده، كان اعطيته اياه للرول وبلش ياخده. لما يكون عندك لاعب من مستوى دانج بالديفنس وعم يتحرك منيح بصراحه كمان بالاوفنس، قد ايه ريح الفريق كله؟ القصه ال 2 بلس 1 قالوها كثير اجانب صعبه. اول شيء لما كل واحد يرجع يتعود على الرول يلي بدنا اياه، مع رادو بنلعب بطريقه شيء، مع دانج بنلعب بطريقه ثانيه. دانج ليتلي هو عم يعطينا ستابيليتي ان كان دفاعيه، وكيف ما تكب له عم يقدر يعمل تيبس ويساعدنا هجوميا، وبلش يعمل جريت سكرين للجاردز يقدر يفتح لنا طريق على الهجوم. الحمد لله برجع بقول لك يعني هدول تو جود جيمز، بس بدنا نضلنا نكمل. صالة الفيحاء هون بدي اقول لك انه دانج صوتوا له الافضل بتوترز بطل السله 47 لعيب كثير هجوم لعيب وانظلم كثير يمكن على السوشيال ميديا. ما بدي اقول انظلم، ما كان عم يعطي بيرفورمنس، انا بدي احطها بمحلها الصح. لما يعطي بيرفورمنس كلياتنا مبسوطين فيه، لما ما يعطي بيرفورمنس اكيد بده يتلقى انتقادات، هذا شيء طبيعي بالباسكت. اليوم انت ولا مره لعبت بالفيحاء؟ هلا مع المنتخب من جمعة كنا هون. ايه بتعرفها مع المنتخب. ايه مع الوحدة. مع الوحدة جوا كبير جوا. شو ناطر فريق الحكمة ملعب الفيحاء وشو بتقعد الجمهور اللبناني؟ لأنه مباراة حساسة جدا وفيها تكون حاسة. علينا نلعب 40 دقيقة وخاصة بهيك جيمز أواي. صارت معنا لما لعبنا بالاتحاد الحلبي وصارت معنا مع المنتخب، أي لحظة فيهم يرجعوا بتكون أبا 18 20 شوطين ثلاثة بيولع على الملعب بتغير مومنتوم الجيم كله، هذا الشيء بدنا نجرب نتجنبه.
شو بتقول لجمهور الوحدة يوم الخميس؟ لا حيكونوا كتار هنيك إن شاء الله يكون ماتش حلو وهن أخلاقهم عالية كتير وبيشجعوا فريقهم بكل محبة. بتتمنى لك التوفيق المدرب جاد الحاج مدرب فريق الحكمة بعد فوز فريق الحكمة بهيدي المباراة فوز كبير على فريق الأس إيه. نحن مشوارنا عم ينتهي نحن وياكم لهالقد رح نلتقى يوم الثلاثة بحلقة سايد بول مفترض يكون عنا ضيف ان شاء الله نقدر يعني يوافق ليكون موجود معنا يعني عم نظبط بعض الامور بنعلن عنه طبعا على ام تي في لاب سبورتس على كل البلاتفورمز السوشيال ميديا بلتقينا وياكم يوم الثلاثاء ومن بعده يوم الخميس ببطوله وصل الوحده بيستضيف على ارضه فريق الحكمه مباراه حلوه كثير رح تكون يوم الخميس بشكر حسن المتابعة.